شيخ عمر بن بعد تقوى الله والخروج في سبيل الله، لأن الخروج في سبيل الله نور، نور هذا الزمان المظلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم. عشان قطع الليل بدك نور مشان تقدر تمشي قطع الليل المظلم. وأوصيكم خاصة أن تكملوني في ثياب الإحرام لعل الله يغفر لي، وأن لا يدخل مغسلتي إلا رجلين من أهل الدين، وأن تجلسوا عند قبري نصف ساعة الظهر. أرجو أن أكون فارقت الدنيا وليس لأحد عندي حق، وأرجو من أحد إخواني أن يتكفل بدني قبل دفني، وأوصيكم بتركيتي كما أمر الله الشرع بها، واعتبروا يا أولي الألباب أخوكم سعد. عد الخطاوي عشان علينا التابوت، هذا الغالي دام ذكره لا 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 ما يموت.